ومشاهدينا مثل ما ذكرنا في عناوين حلقتنا اليوم أنه اليوم انطلاق مهرجان الرمان في حلبشة بنسخته العاشرة وبمشاركة أكثر من 500 مزارع. اليوم رح ناخذكم مباشرة إلى حلبشة حتى نشوف فعاليات هذا المهرجان الرائع. يسعد صباحك مخلد، أهلا بيك. يسعد صباحك مخلد، أهلا بيك ونيالك أنه أنت بمكان جدا رائع. صباح الخير، صباح الخير عليكم وعلى متابعي ومتابعي قناة دجلة الفضائية. طبعا اليوم يوم مميز في حلبشة وكل سليمانية بالعموم. مهرجان يضم أكثر من 500 مزارع، والله فشي كلش كلش يعني رائع. وحتى الاستعدادات والمهرجان تم بشكل كلش منظم وبشكل جميل جدا، وبحضور جماهيري وبحضور كبير من المحافظات العراقية وأيضا من محافظات الإقليم. ما شاء الله. نعم. طيب مخلد، خلينا نشوف الأجواء شلونها يمك، يعني هذا المهرجان شنو الفعاليات اللي دا تصير به؟ خلينا نشوف أيضا المزارعين، احكي لنا عن إذا أكو مثلا أنواع للرمان. أنا أعرف أكو الحلو واللي يكون حامض واللي يقولوا له يعني حلو حلو. حامض حلو بالضبط. مثلا شنو هذه الأنواع؟ احكي لنا أكثر. أنا قبل ما راح أخذكم بجولة، نعم، قبل ما أخذكم جولة، اليوم هذا المهرجان به شخصيات مميزة وشخصيات يعني دولية موجودة حضرت هذا المهرجان. معي الدكتور صلاح، ممثل الحاج حسن، ممثل منظمة فاو في العراق. صباح الخير. صباح النور، أسعد صباحك. شلون شفت المهرجان؟ شنو رأيك بطريقة شلون نقول برزنتيشن؟ شكرا، شكرا لحضرتك وتحية من خلالكم ولكل المشاهدين قناة دجلة. طبعا اليوم هو يوم مميز، وتشرفت بدعوة كريمة من معالي الوزير الزراعة في كردستان وفي والجهات المعنية على والقيمة على تنظيم مهرجان الرمان في حلبجة، وكانت فرصة فعلا للاطلاع على هذه الفعالية المميزة التي يمكن اعتبارها فعالية زراعية اقتصادية سياحية بيئية اجتماعية بكل مال الكلمة معنا. فهذا النموذج يعطي فرصة بشكل أو بآخر للعدد كبير من المزارعين، خاصة منتجي الرمان ومنتوجات الرمان من تصنيع من مصنوعات مختلفة، بالإضافة إلى محاصيل أخرى متميزة في هذه المنطقة المهمة لعرضها، وليكون هناك علاقة مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، وبالتالي تشكل حيز اقتصادي مهم وفرصة للعلاقة المباشرة ما بين المنتجين الفلاحين المزارعين المنتجين وعموم المستهلكين والمهتمين بالقطاع الزراعي بشكل أو بآخر. طبعا الفعالية تتضمن فقرات ونشاطات متعددة، ولكن لابد من تهنئة. عادة شوف الفعالية يمكن الحكم عليها بعد الانتهاء منها، لكن هذه الفعالية يمكن التهنئة بأنها ناجحة قبل بدايتها، لما رأينا ولاحظنا ونلاحظ الآن من اهتمام وحضور ومشاركة وتفاعل بين كل الحاضرين والمهتمين والمشاركين. فمجددا أتقدم بالشكر وأتقدم بالتهنئة لكل الجهات المعنية من معالي وزيرة الزراعة والقيمين، من الجهات المعنية على مستوى حلبجة وكل المنظمين لهذا المهرجان القيم والمهم جدا كما ذكرت، الذي يشكل حيز اهتمام مباشر وللنواحي الاقتصادية الزراعية الاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تساعد أكثر في عدد كبير من الأنشطة، خاصة ما يتعلق بتسويق المنتوجات الزراعية. أنت تمثل منظمة الفاو في العراق، وصول إقليم كردستان إلى الاكتفاء الذاتي بالمنتجات الزراعية وبدء بالتصدير، يعني تصدير منتجات زراعية، وكثير من الدول حتى الأوروبية بدأت تستورد من العراق، ما هذا يعني ما معنى هذا أو ما المدى؟ شوف، خلينا نركز على نقطة وسؤالك مهم جدا، شكرا جزيلا. الآن المحصول الأكثر أهمية والأكثر عرضا في هذا المهرجان هو الرمان، ولعل كل من يعرف الرمان ونوعية الرمان المنتج في هذه المنطقة من العراق يعي أهمية النوعية التي يتميز بها الرمان في حلبجة، وبالتالي هذه بطاقة مهمة جدا لجهة ليس فقط كمية المنتج التي يتحصل عليها لجهة ما سميته جنابك بالاكتفاء الذاتي، لكن الأهم أن هناك تمييز مميز، قيمة مميزة لجهة نوعية هذه المنتجات التي
تعتبر مرغوبة على المستوى المحلي على نطاق واسع، إضافة إلى فرص تسويق في المنطقة والخارج عموما، وبالتالي هذا يعتبر قيمة مضافة أهم من أن نتحدث بشكل مباشر عن موضوع الاكتفاء الذاتي، خاصة نحن عم نحكي عن محاصيل تعتبر محاصيل فاكهة يستهلكها المواطن بشكل أو بآخر وليست محاصيل استراتيجية، لكن هذه الأنواع من المحاصيل تدر بالدخل، تدخل عملة صعبة وتشكل حيز كبير من الاهتمام لكل المستهلكين والمنتجين على حد سواء. شكرا لوقتك وشكرا للمعلومات الوفيرة. شكرا شكرا تسلم. شكرا. طيب مخلد أخذنا بجولة، حابين نشوف هناك شنو الرمان الأحمر الحلو. أهم أنا حابة أعرف من عندك كم يوم ممكن هالفعاليات تبقى؟ صح تدللي. احنا طبعا هو خلي اعطيكم تفصيل. طبعا المهرجان مقسم الى اكثر من جزء، اجزاء للاعمال اليدويه واجزاء لمزارعي الرمان وكذلك للمنتجات الاخرى اللي تطلع من الرمان. راح اخذكم في اكثر من مكان خاص، هو بس فقط لبائعي ومزارعي الرمان باشكال وبالوان مختلفه ومتنوعه. طبعا الرمان هنا رمان حلبجه بالتحديد، يعني ما اريد اقول انه او ابالغ انه مميز عالميا، يعني ذو مواصفات تم يعني مثل ما ذكرها الاستاذ صلاح بانه هذه لها مميزات بحيث اصبحت مرغوبه خارج وداخل العراق. طبعا هنا عندنا هذا النوع يعني الرمان اللي هو حلبجه المخصص، يعني هاي الاشاره مخصص للتصدير او جاهز ليكون للتصدير بمواصفة بحجم بشكل بطعم. نعم. طيب مخلد أنا حابة يعني أسألك شيء، العام إذا تتذكر أنت أخذتنا ببيت كانوا يسوون دبس الرمان إذا تتذكر، هل سنة بهذا المهرجان أكو دبس الرمان؟ لو راح تأخذنا بجولة ثانية غير يوم نشوف أيضا صنع دبس الرمان. أكو هسه راح نلتقي بإحدى الأخوات اللي هي يمكن حتى هم حاطت لنا دبس الرمان. تقدر تحكي لنا على شنو نوعية الرمان مالتكم؟ اما نوعي صالخاني. صالخاني بلى. هذا يكون جيد لدبس الرمان. هناري بابا كوتشكا. هناري بابا السرچاوي اوكشي لچاو قويا. بلى. يمك الترجمه. يمي الترجمه. هي بدها تحكي على الرمان. جا اما بابي هنار بجدار مان كردوا بدن كهنار بجدار مان كردوا وربي هناريش بجدار مان كردوا تايباتيشا. ما شاء الله. يعني هم مسوين مشتغلين كل عام، يعني شغل ايدهم. الرمان قاعدين مفلسيه وحده وحده ومعصرين المي مالته وبعدين يسووا ربى هنار. ربى هنار اللي هي عصير او دبس رمان؟ دبس رمان. اوكي. ربى هنار طبعا راح تذوقنا هسه هذا دبس الرمان. يلا بالعافيه عليك مخلد، بالعافيه عليك. هذا الرمان اللي هو رمان الله يعافيكم. هاي هذا طتني لا ربع هنار. بس ارجع راح تعطينا ايضا تيس انه الدبس رمان مالتهم ايش قد لذيذه، ايش قد طيبه. صراحه انا ما مجربتها بس اعرف ياخذ وقت هوايه يعني لحد ما يحضروه. يعني هذا هسه هذا دبس الرمان. الرمان يا منطقه رمان منطقه باوكوتشك. هو المنطقة اسمها باوا كوتشر. هذا شنو يتميز يصير يعني؟ يعني الاكو خلي المعنى مالته بالكردي، باوا يعني بابا، كوتشر اسم الشخص، يعني باوا كوتشر. تشاو. بالضبط. هذا هسه هذا الدبس اللي تباعوه مع اللقطة باعوه، هذا دبس يعني براسه يصيحوا له. صح. مخلد ذقته لو لا؟ الله. نشي جانب. والله فالطعم كلش يعني حتى طعم الرمان يعني مو رغم انه شلون نقول لا يحتل النار. مخلد زور مخلد زور خوشبو بدل تبو يعني الطعم خلي صعب عليه. زور جوانا زور زور خوشبو عافيت تبينو شي كان مخلد. ممنون حطتني اياها تقول لي خذها لك. شكرا جزيلا. الله يسلم عينك. ممنون. طبعا جولتنا مستمره. خليها هنا بس كمل. طبعا الحلو انه اكثر من مكان موجود هنا بحلبجه
لها نوع وإلى فد مواصفة خاصة للرمان. يعني اكو هاي المنطقة اللي ذكرتها اخت، وكذلك اكو انواع اخرى. يعني هذا هناري كولكانكي هذا موجود بال. الو، نعم ملح. احنا مستمتعين وياك مخلد بالرمان اللي بدنا نشوفه، ومره ما تكمل الجوله فات صندوق رمان مخلد مخلد شفنا يعني صينيه بالضبط. الرمان وبدنا نتخيل عليها يعني رشه ملح. بعيوني احلى. تسلم، ما تقصر. احلى صندوق. تعالوا خلي اشوفكم في شغله ثانيه. هي يسوون من عندها مثل المربيات او اللي هو هذا. السلام عليكم. مربى من الرمان مخلد؟ هذا الرمان. مضايقتها؟ رمان كلش لذيذة. كلش لذيذة. تمر هند رمان، ماكو احكي عربي. بس كل دي تمر هند. ها تمر هند زين. هذا شيء يعني شنو؟ شكر او رمان؟ لا رمان او باو ماء. رمان ماء. بس يعني ممكن تيست نشوف شنو هذا. هذا رمان. يسووه مثل المربى. إيه مربى الرمان. هاي مربى الرمان طبعا. وهاي جلاس بالكردي جوجي. تمر هند اسود مربى. إيه؟ اسود وقيسي. بس هذا الرمان. اي هذا فريش. إيه؟ كله فريش. ربى هنار. هذا فريش. هذا عصير فريش. هذا عصير يعصر باعه عشان ده يعصر قدامكم ويخلي ويبيع. طبعا الرمان هنا هو سيد المشهد. عصير مربى دبز ما شاء الله. عيني مخلد واني اليوم تضامنا وياكم قلت لازم البس احمر على مود الرمان. خلاص مهرجان الرمان. والله تلبسين احمر تلبسين اخضر لازم تجين لهنا. وقلت لك ما موجود هنا. زين مخلد كم يوم يعني يطول المهرجان؟ 3 ايام 4 حتى بلكي انه بالويكند نجي. بلكت ان شاء الله الجمعه هو موجود والسبت هم موجود المهرجان. 3 ايام تقريبا 4 ايام مستمر المهرجان. وانا دا اشوف ما شاء الله حتى من باقي المحافظات يعني بغداد كركوك هواية جايين كثير والمنتجات ما شاء الله متنوعة. وهي حلبجة معروفة يعني بالزراعة، معروفة يعني الأرض الخصبة. يعني هسه شوفوا اكو هذا زيتون. انا شفت هسه هاي زيتون ما شاء الله اخضر. اكو يمكن هذا عرموط او تفاح. يعني إضافة إلى الرمان موجودة هواية منتجات غنية بالمنتجات. نقدر نقول إنه هي سلة غذائية موجودة متكاملة في هذه المحافظة. يعني ما شاء الله عيني باردة عليهم وما شاء الله يعني المنتج مالتهم يعني صدق. نعم. يعني كلش يعني شلون نقول شهي. وصباح الخير، شلون الصحة؟ سلام. شلون الاخبار؟ شو رايك مهرجان الرمان اليوم؟ كنا دي نحكي على هذا المهرجان. احنا نعيش باوروبا. اي نعم. باوروبا باي منطقة إذا عندهم شيء مختلف وما موجود بأي منطقة أخرى يسوون له فيستيفال. أنا أعيش بمنطقة عندهم فطر، نوع من الفطر يسوون فيستيفال لهذا الفطر. حلبجة بالطبع منطقة مليئة بالمفاجآت، الأصل بالمفاجآت وبالجمال، جمال الطبيعة وجمال الناس وجمال الملابس والجمال بشكل عام. والرمان خاصة واحد من الفواكه المقدسة عند الزرادشتيين أيام زمان، ولحد الان احنا كأكراد نحب هذه الفواكه. هذه الفاكهة بالرغم من فوائدها لونها شكلها تشبه عقيق احمر، وثانيا تشبه جواهر بالنسبة لي. واني اشوف المهرجان هالسنة متطور ازيد واكبر ومسوينه بمكان مهم جدا. المكان واسع توسع لالاف الناس، والناس يوم ورا يوم تحب وما ما ما تصير فقط مسألة الفاكهة. نعم. مسألة أيضا تقديم أشياء أخرى مثل الأكل ونوعية وأنواع الطبخ الكردي. وثانيا أنتم تمتزجون بالأكراد وتعرفون ثقافتهم واستقبالهم للغرباء. شوف
نعم 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 طبعا ابو خالد الاجواء كلش حلوه بهذا المهرجان، احنا اكيد راح نكون وياك باقي الايام همينا، حابين نشوف اكثر هذا المهرجان. كانت الاجواء كلش حلوه، راح نخليك تستمتع بهذه الاجواء ام خالد. شكرا لك. شكرا لك ام خالد. ان شاء الله ان شاء الله مكانكم خالي وصندوق الرمان جاهز ان شاء الله. خلاص ننتظر احنا. شكرا لك ام خالد.